مدام رحمة. حبيبتي كان لازم اجي لك من بدري، بس ما كانش ينفع اجي لك لوحدي، قلت استنى الفرصة الصح. فرصة ايه؟ لما تخشي جوه هتعرفي. اشوف ايه وفي ايه جوه؟ تعالي بس تعالي. عملنا المستحيل عشان نجيب ماما تشوفك. انا عايزة ارجع لعمر. ليه؟ انتي مش عايزة تشوفيني؟ هيبقى انتي والايام عليا. مش كفاية اللي انا شفته؟ شفتي ايه؟ حبستي لي كام سنة يعني؟ ما انا محبوسة اهو. انا قدمت على طلبة علشان نقعد احنا الاثنين هنا مع بعض. مين قالك اني عايزة اقعد معاكي؟ ليه كل ده؟ انا عملت ايه؟ ما انت شايفة بعينيكي. وبعدين اي واحدة مكاني، اي واحدة مكاني كانت طلبت الطلاق. انت عمرك ما هتفهمين وجع ست تحس بالخيانة وتشوفها قدام عينيها. عقلها بيطير، ما بتبقاش عارفة هي بتعمل ايه. وجع اكبر بكتير من وجع الحبس، وهو ما ادانيش اي فرصه تانية. انا اديتهالك. انتي موتي بابا عشان كان بيخونك. مات وهو ما يعرفش ان انتي كمان كنتي بتخونيه. انا كنت عارفه. الحقيقة اللي هي مخبيها عن نفسها وعننا كلنا. جه الوقت انها تعرف ان انا كنت عارفة. متزعلنيش يا بنت. ما تكدبيش على نفسك. انت شفتيه وهو بيخونك وانا شفتك وانت بتخونيه. في الاخر كله راح. انت موتيه وانا اهو زي ما انت شايفة. بس ما تفتكريش ان اللي انا فيه ده سجن الجد. السجن اللي بجد ان انا فضلت بنتك وبنته. عارفة؟ انتوا الاتنين تستاهلوها.